مساء الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل حديثنا على المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، وإيه الإضافات اللي حصلت لها في الفترة دي، لأن كان في طبعا إضافات سواء معمارية أو زخرفية ملحوظة جدا على تأسيس المعبد المصري خلال الفترة البطلمية والرومانية في مصر. أول حاجة redirection، يعني إيه redirecting؟ إعادة توجيه. The temple's orientation يعني ايه الاورينتيشن بتاع المعبد، يعني اتجاه المعبد. عادة في العصر اليوناني الروماني كانت المعابد اتغير اتجاهها، كانت الاول بتتجه من الشرق للغرب، اصبحت اكتر معظمها يعني بيتجه من ناحية الشمال للجنوب، ودوت قدرنا ان احنا نشوفه في بعض المعابد زي مثلا معبد ادفو ودندرة وفيلة. So the first change in the Egyptian temple during the Greco-Roman period is the redirecting of the temple's orientation. During the Ptolemaic period and also during the Roman times, the orientation of some temples changed from east-west من الorientation لما كان من east-west شرق غرب to be oriented north-south. And this was attested وده ظهر in some temples, some important temples during the Greco-Roman period such as the temple of Dandara, temple of Edfu and also the temple or the temples of Phil. ده أول حاجة. تاني حاجة openings for illumination and also ventilation. يعني إيه؟ يعني كان يوجد داخل المعبد المصري فتحات، كان الغرض من هذه الفتحات illumination يعني الإضاءة، و ventilation بغرض التهوية، بالإضافة إن هي بتدي شكل زخرفي مهم جدا بالنسبة للمعبد المصري، وده مثلا لقيناه في الايسترن والويسترن كولونيد اللي قدام الصرح الاول لمعابد فيلة، فكان في كده فتحات كانت غرضها طبعا الاضاءة والتهوية، لكن الفنان وصل لمرحلة من الاتقان المعماري ان هو بيعمل كده ايه شادو اند لايت، يعني ديزاين بيخلي فيه كده ظل موجود على الارض بشكل سيمتريكال، فبالتالي كان الشكل دوت بيدي منظر جمالي داخل المعبد المصري. إذن الفتحات دي كانت غرضها الإضاءة وغرضها التهوية، وبالإضافة إن هي غرضها جزء إضافة مظهر جمالي داخل المعابد المصرية. So the second very important feature for the Egyptian temples during the Greco-Roman period is having openings for illumination and ventilation. These openings were not only found in the upper parts of the walls of the temple, like the pharaonic temples. ما كانتش مجرد بس موجودة في الأجزاء العليا من الجدران المعابد المصرية كما هو الحال في المعابد الفرعونية. They were also found in the ceilings of the temple. كانت هناك برضو فتحات موجودة في الأسقف بتاعة المعابد، وهنشوف مع بعض أشكال مختلفة من الأوبنينجز ديت سواء في جدران المعبد أو في سقف المعبد. The third very important feature for the Egyptian temples during the Greco-Roman period is having two enclosure walls for the temple. في العصر اليوناني الروماني عادة المعابد كانت بتحاط باثنين من الانكلوجر وولز، وكانت مصنوعة من المد بريكس، the internal one اللي هو الداخلي الجدار الداخلي، اما الجدار الخارجي دايما كان بيبقى مصنوع من الستون من الاحجار علشان تبقى اكثر صلابة. So during the Greco-Roman period, the Egyptian temples were surrounded by two enclosure walls. خلاص instead of only having one مثلا enclosure wall, we have two enclosure walls. The internal one was made of mud brick and the external one was made of stone blocks. ادي يبقى احنا لغاية دلوقتي عندنا ثلاث مظاهر من مظاهر العمارة أو المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، وأنا جبت لكم أهو شكل مثلا لأشكال السيلينج أو السلستري إليفيشن، الأشكال اللي هي الشبابيك اللي بتبقى موجودة دي أشكال من الشبابيك أو الفتحات، ودي موجودة في الهايبوستايل هول بتاعة معبد الكرنك، دي أحد أشكال الفتحات أو الشبابيك اللي كانت مستخدمة في عمارة المعابد المصرية في الفترة الفرعونية، هي موجودة اهي السلارستيري دوت بيبقى زي كده الشكل المشربية، وده ظهر بشكل مميز جدا في الهايبوستايل هول اوف كارناك تمبل. خلاص
glass. These are a type of very remarkable type of windows, clerestory in the hypostyle hall of Karnak temple. ادي شكلها هو بشكل اوضح. ادي الاوبننجز في الويسترن كولونيت ان ايزيس تمبل ان فيلا. وادي these openings were used for illumination, ventilation and also to make a shape of shadow and light here along this corridor to give add an atmosphere of beauty. يعني هو كان بيستخدم كإضفاء مظهر جمالي داخل المعبد مش مجرد فقط للإضاءة والتهوية. These are also examples of openings in the interior parts of the Temple of Isis and Phila Temple. وزي ما قلنا we have beside having openings in the walls we have also openings in the ceiling of the temple. احنا اتكلمنا عن enclosure wall. One of the most important examples of having two enclosure walls is that of Edfu. Edfu is surrounded by two enclosure walls. ودايما بنقول ان الانكلوجر وول بتاع Edfu يعتبر من الاماكن المهمة جدا في الشرح بالنسبة لك كمرشد، لان طبعا فيها اسطورة حورس وست والتتويج وبعض الاحتفالات الدينية الخاصة بحورس بحتتي. طيب عندنا ايه تاني او ايه العناصر المعمارية المختلفة والجديدة اللي كانت موجودة في الفترة المصرية او المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني؟ having screen walls. ايه هي السكرين وولز؟ بعض الاحيان بنقول عليها الكيرتن وولز، حوائط الستائر. هي عبارة عن حوائط بتصل حتى منتصف الاعمدة، منتصف العمود، تمام؟ ودي ظهرت داخل المعابد المصرية. هنلاقي مثلا منها في معبد إسنا ومعبد دندرة بعد كده، وتعتبر من أحد المظاهر اللي ظهرت في العمارة. A screen walls is a sort of wall linking between the columns and its height. The height of this screen wall reached only the middle height of the columns. تمام، يعني هي مجرد بتصل لمنتصف ارتفاع العمود. This architectural element was found in the Egyptian temples during the Pharaonic period and it was widely used in the Greco-Roman period. هي موجودة في العصر الفرعوني بس أصبحت منتشرة أكتر في العصر اليوناني الروماني. We have also examples in the Temple of Dendera and also the Temple of Isna. آدي أهو شكل السكرين وولز linking the columns and this found in the chapel or the temple, the small temple of Hathor on the island of Phila. آدي أهي شكل العمود، وطبعا الأعمدة هنا مش مكتملة بس هي السكرين وولز هنا أهي بتصل حتى فقط منتصف العمود. آدي طبعا السكرين وولز اللي موجودة في الفساد of the Prona walls of the temple of Dendera as we can see here. And it's one of the major architectural elements for the Egyptian temples during the Greco-Roman period. In addition to the screen walls, we have also the staircases leading to the roof of the temple. الحقيقة من أحد الأهم الحاجات اللي احنا لقيناها في المعابد اليونانية والرومانية إن كان دايما عادة بيبقى فيه سلم بيصل إلى سقف أو سطح المعبد، وسطح المعبد عادة بيبقى فيه موجود chapels. الشابلز دي بتقام فيها بعض الاحتفالات المهمة جدا، وكان في عادة موكب من الكهنة بيشيلوا تمثال الإله أو الإله الرئيسية لسطح المعبد لإقامة بعض الطقوس والشعائر المختلفة، وده هنشوفه موجود في معبد إدفو ومعبد دندرة ومعبد فيلا. يعني عادة أسطح المعابد المصرية تم استغلالها في العصر اليوناني الروماني. Okay, so we have during the Ptolemaic and the Roman times there were usually staircases, يعني سلم leading to the roof of the temple where certain ceremonies and festivals were celebrated. For example, مثلا we have the Osirian chapel here on the roof of the temple of Dendera. ده برضو الأوزيرس chapel اهوت on the roof of the temple. تمام، برضو من احد يعني بما اننا تطرقنا للستير كيسز اكيد لازم نلقي الضوء شويه على الاوزيرن شابلز اللي هي المقاصير الاوزوريه. عاده المعابد المصريه كان بيبقى فيها دايما تشابل او مقصوره. تشابل يعني مقصوره، تشابل مخصصه
لعبادة والميثولوجيا والقصة بتاعت إحياء الإله أوزيرس، وعادة بتبقى موجودة على سطح المعبد زي مثلا معبد دندرة. وعلى جدران هذه المقاصير دايما كانت بتصور أسطورة أوزوريس وإعادة بعثه مرة أخرى واحتفالات شهر كياك اللي كان ليها شهرة واسعة جدا في مصر وخصوصا في الفترة اليونانية الرومانية. Okay, so the existence of Osiris chapels was a very important thing in the Egyptian temples during the Greco-Roman period. We have examples for the Osirian chapels, for example, on the roof of the temple of Dendera. The walls of such chapels was decorated with scenes or were decorated with scenes representing the Osirian myth, the resurrection of Osiris. يعني إيه resurrection of Osiris؟ يعني إعادة بعث أوزوريس. And also the different festivals of Kiak month and his resurrection once again. ادي اهوت اشكال الشابلز بتاعت اوزايرس. و the walls of such chapels was used for commemorating the resurrection of this god. Also one of the most important things, features, architectural features of the Egyptian temples during the Greco-Roman period is having the chapel of the disk اللي هي مقصورة قرص الشمس. مقصورة قرص الشمس عادة كانت بتبقى ملهاش سقف علشان تمثال الإلهة يتم تعرضه لأشعة الشمس اللي هي أشعة الإله را. وطبعا عندنا مثال مهم جدا للشابل أو مقصورة قرص الشمس موجودة على سطح معبد دندرة، وكانت مستخدمة من قبل الكهنة ان هما بيطلعوا بتمثال الإلهة حتحور ويحطوا التمثال الإلهة في هذه المقصورة لتتحد مع أشعة الشمس رع أثناء احتفال العام الجديد. So the chapel of the disk was also one of the architectural features which was found in Egypt in the Egyptian temples during the Greco-Roman period, and we have an example of this chapel on the roof of the temple of Dendera. The priests carried the statue of goddess Hathor to the roof, and she was the statue was exposed. يعني ايه exposed؟ يعني بيتعرض exposed to the sun rays of the sun to be يعني ايه united with it, and therefore this chapel was usually an open air chapel to let the statue to be exposed to the sun ray. This is the chapel of the sun disk on the roof of the temple of Dendera. And as we see here, it's an open air chapel. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي احنا شفناها في المعابد المصرية اللي هي الكريبتس. ايه هي الكريبت؟ الكريبت هي عبارة عن مقاصير او اندر سراديب تحت الارض. والحقيقة السراديب دي كانت موجودة في المعابد المصرية خلال الفترة الفرعونية، لكن اصبحت عمارتها محكمة جدا ودقيقة جدا في الفترة اليونانية الرومانية. وكان المعماري المصري بيتعمد ان هو يخفي اماكن دخول لهذه السراديب. بعض هذه السراديب كانت بتبقى موجودة داخل الجدران بتاعت المعابد، يعني في سمة الجدار نفسه. بعضها الاخر كان بيصل تحت الارضية بتاعت المعبد. الحقيقة وظيفة الكريبتس ديت في ناس بتقول ان هي كانت بتستخدم لحفظ الادوات المقدسة اللي كانت بتستخدم اثناء الطقوس المختلفة. ناس تانية كانت بتقال ان هي بتستخدم لعمل طقوس سرية. من افضل اشكال السراديب المزخرفة اللي فيها مناظر هي سراديب معبد دندرة. يعني معبد دندرة بيشتهر بسراديبه اللي فيها مناظر. احنا عندنا مثلا سراديب في ادفو بس هي تعتبر خالية تماما من ايه؟ من المناظر. انما السراديب اللي فعلا بنقدر نشوف فيها تصوير لكتير جدا من الشعائر والطقوس المختلفة موجودة في سراديب معبد دندرة. ولازم نقول دايما لو كنا بنقول ان قدس الاقداس هو اقدس، او السانكتوري هو اقدس اجزاء المعبد، فان سراديب المعبد بالشكل اللي هي شفناه بان المعماري بيحاول يخبي اماكنها بان هي مش مسموح لاي حد يدخلها، فهي يا اما توازي او تتساوى مع قدس الاقداس في الاهميه او تزيد عليه قدسيه واهميه. So
Once again, one of the most remarkable features of the Egyptian temples during the Greek-Roman period is the existence of crypts, and they are underground galleries where the cultic statues, يعني التماثيل, the different the cultic tools which were used during the rituals were preserved. Building the crypts connected to the Egyptian temples began by the 18th dynasty. However, we have the most ancient crypts dating back to the temples of Hatshepsut in at Bohin or the temple of Akhenaten at Thespi. يبقى احنا عندنا امثله لبعض الكريبتس الموجوده في الفتره المصريه القديمه الاسره 18. Crypts are also found in the temple of Opet at Karnak, Kalabsha temple, Hebes temple, Phila, Edfu and Dandara. The crypts of Dandara bear the best decoration. دايما بنقول ان الكريبتس بتاع دندره او سراديب دندره, they bear the walls of these crypts bear the best type of decoration and scenes and richest information about the different rituals. ادي this is some views about the ritual, the crypts of دندره temple. ادي هي المناظر المختلفه اللي نلاقيها, وهي موجوده حوالين الكريبتس ديت, منتشرة بشكل خاص جدا حوالين الحجرات اللي بتحيط بقدس أقداس معبد دندرة. ده بيشير وبيؤكد لأهمية هذه السراديب وقدسيتها. جارجويلز, جارجويلز اللي هو بيتقال عليه الميذاب, الميذاب اللي هو لتصريف المياه. عندنا طبعا أشكال كتيرة. قبل بس ما نخش في الميذاب هنشوف تاني الكريبتس اهي بتاع دندرة اهي. ادي الجرجويلز اللي هي الميزاب, والميزاب كان بيستخدم, هي عبارة عن شكل كده بيصرف المية من خلاله هنا, تمام, وهو متصل بأنابيب فخارية في سمة جدار المعبد لتصريف أي مياه زايدة نتيجة مثلا مياه الأمطار أو كده, علشان المية دي ما تتسربش لجدران المعبد وتأثر على بنائه, وعلشان نحافظ على المعبد ونحافظ على هيئته. المعمار المصري تفنن وأبدع إن هو يعمل طريقة لصرف المياه, خصوصا مياه الأمطار أو أي حاجة, من الجدران, وعلشان كده انتشرت قصة الجارجويلز أو الميازيب, وخصوصا على طول الجدار الخارجي للمعبد الواجهة الخارجية للمعبد. يبقى the gargoyles were used in order to remove any sort of water which might affect badly on the wall construction of the temple. They were found usually on the enclosure walls of the temple to convey the rainwater from running down to the walls of the temple. يعني ايه to convey؟ يعني علشان يبعد, to convey the running water, the rainwater, to infiltrate and to be absorbed by the blocks of the enclosure wall of the temple. And we have here example of the shapes of the gargoyles taking the lion head shape. من الحاجات برضو اللي ظهرت وانتشرت في مصر البيرث هاوس او المميزي, تمام. المميزي هو بيت الولادة, وكان بيسمى في اللغة المصرية القديمة بيرمس خنت, معناها بيت الولادة. هو يعتبر بيت بيستخدم لتمجيد فكرة ولادة الإله. عادة الإله يعتبر الإله حورس اللي هو ممثل الملك على الأرض. قصة الولادة الإلهية مش غريبة على المصري القديم, ظهرت قصة الولادة الإلهية في بعض المعابد الفرعونية على سبيل المثال. طبعا أشهرها قصة الولادة الإلهية للملكة حتشبسوت والمصورة على جدران معبدها في الدير البحري, وبرضه ولادة أمنحوتب الثالث ومصورة في معبد الأقصر. لكن مع العصر النني الروماني ونتيجة إن الحكام أصبحوا أجانب, فالمصري القديم كان عايز يأكد على فكرة الولادة الإلهية للحكام الأجانب. يعني الغرض منها إن أنا بأكد بالزيادة شوية على إن حكام الأجانب دول جايين من ولادة إلهية. ليه؟ لأن هما مش من نسل مصري, فكان الغرض هو زيادة التأكيد على الفكرة دي لإكساب الملك الأجنبي شرعية زيادة في الحكم. So the birth house was called in the ancient Egyptian language Permes Khenet, meaning the place of birth. It's an independent building. يعني ايه independent building؟ يعني مبنى مستقل. Independent building.
to commemorate. يعني ايه commemorate؟ يعني لتمجيد، خلاص لتخليد ذكرى. the birth of the god, usually god حتحور, god Horus, the representative of the king on earth, هو ممثل الملك او بيمثل الملك ايه على الارض. In fact, the birth, the divine birth was also found on the walls of the Egyptian temple, such as the divine birth of goddess of Queen Hatshepsut in her temple in Deir al-Bahari, the birth house of Amenhotep III in Luxor temple, and in the Greco-Roman times, because of that, the nationality of the ruler of Egypt was not Egyptian, he was a foreigner. So therefore, that confirming the divine birth, the divine origin of the king was mandatory. كانت حاجة مهمة بالنسبة له ان هو يؤكد ان الملك جاي من نسل اله. خلاص. And therefore, independent buildings to confirm this concept appeared in the Egyptian temples on the precinct of the Egyptian temples. For example, we have the Mamizi Adi. This is the Mamizi of Nektanebu I in Dendera Temple. This is the Roman Mamizi also in Dendera Temple. This is the Mamizi of Phila. It was located on the island of Phila. Queen Ahmes here is shown pregnant, pregnant, and she is led by both Khonom, and also goddess Hekat, and this is depicted in the middle terrace in the temple of Deir al-Bahari. And this confirms that the divine birth was found in the Egyptian temples during the great, during the pharaonic period. ادي اهوة ال divine birth مصور على جدران معبد الدير البحري. Khonom here is modeling the ka to the left and Hatshepsut on the right on his potter's wheel. And here goddess Haqa also is depicted. She is a goddess of pregnancy, and this is also found on the walls of the pharaonic temples. تمام. برضو حاجة ثانية مهمة جدا ظهرت في المعابد المصرية، ده سناتاريوم. السناتاريوم اللي هي المصحة او مكان للاستشفاء، وده برضو ظهر بشكل خاص جدا في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، وكان بيجمع فيها ما بين الدواء بشكل يعني ميديكال، وبالإضافة لاستخدامات السحر والكهنة ليه يعني ايه استشفاء المريض. المرضى كانوا بيجوا للأماكن دي طلبا للشفاء، وكان بيتم عزلهم في حجرات منعزلة، وكان في بعض الأحيان باستخدام بقى بعض الأصوات وبعض الحيل من قبل الكهنة، إن هو بيشوف رؤية اللي هي بيتقال عليها الانكيوبيشن أو الثيرابيوتيك دريم، اللي هي الرؤية الشفائية، إن الإله بيعده بالشفاء. وبعض الأحيان بيستخدموا طبعا الماجيكال ستاتيوس والستيلة اللي هي التماثيل الشفائية، بيصبوا عليها كده مية، وكانت عادة التماثيل دي بيبقى فيها كده تحتها حوض بيتجمع فيها المية ديت، وبتستخدم في الاستشفاء والتداوي. والحقيقة المصحات الاستشفائية ديت ظهرت بشكل خاص ملحقة بالمعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. تمام. ويعني هنشوف كده مثال منها. ده مثلا بعض الاماكن او بعض التكستوال ايفيدنس او النصوص الكتابيه بتؤكد ان كان في هيلينج سنترز في مصر، السناتوريا موجوده مثلا زي بقاياها، او بعض الادله بتقول ان هي كانت موجوده موجود مصحه شفائيه في معبد سيتي الاول في ابيدوس من العصر الفرعوني. و بطلميوس الثامن عمل هنا تشابل، تمام، دي بتذكر العصر البطلمي في معبد الدير البحري، وكانت بيستخدم برضو للقدرات الشفائية والدوائية لكل من الإله إمحوتب أو المؤله إمحوتب. إمحوتب ده اللي هو مهندس زوسر صاحب الهرم المدرج، وأمنحوتب ابن هابو. الاثنين دول تم شخصيتين دول تم تألههم في العصر البطلمي كآلهة للطب، وامتزجوا مع الاله اليوناني اسكليبيوس كاله لايه للطب والتداوي. والشابل البطلمية دي كان بيجي الناس طلبا للتداوي وبيقعدوا فيها اذا ايه اذا سناتاريوم or a place for incubation or therapeutic dream.
ادي اهيت بدايتها او دخولها، ودي كانت it was dedicated for Imhotep and Amenhotep son of Habu. The two they became two important healing gods assimilated with the Greek god Asclepius, god of healing. شايفين اهو الجرافيتي اللي موجوده هنا، كتابات يونانيه بتشكر الالهه ان هم ساعدوهم في الشفاء والتداوي، ودي كلها عاده كلمات شكر من قبل اليونانيين اللي كانوا بيزوروا المكان. السناتوريوم بتاع دندره يعتبر المصحه الشفائيه النموذجيه اللي لسه موجوده، الوحيده الموجوده بشكل كامل، وهي موجوده في منطقه معبد دندره. خلاص شايفين الحجرات هنا. The patients here were placed in isolated rooms. يعني ايه isolated rooms؟ يعني اماكن حجرات منعزله. And they received medical prescriptions and they also received the different types of sorts of magic by the priests. They also saw different therapeutic visions or dreams. خلاص يبقى احنا شفنا الماميزي وشفنا السناتوريوم، وفي حاجه برضو مهمه جدا كانت ظاهره في العصر اليوناني الروماني اللي هي الوعبت روم. الوعبت روم الحقيقه ادي الوعبت روم بتاع الدندره، هي تشابل صغير كانت بتستخدم اثناء احتفالات، احتفال مهم جدا هو احتفال العام الجديد، وهنشوف استخدامه بعض المناظر المصوره ليه. ادي منظر للوعبت روم لدندره. يبقى the wabit room or the purification room, it's a small room which was used for purifying the statue of the god or the goddess, the divine statues, and it was usually preceded by an open court. دايما قبل ما بنخشها عادة بيبقى في مكان كده open court without a ceiling، وبعد كده different steps leading to a small room اللي هي purification room، لأن كلمة وعبت وعب means purify يتم التطهير، اللي هي حجرة التطهير. طيب برضو من الحاجات المهمة جدا اللي ظهرت في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني اللي هي the hieroglyphic signs and inscriptions of the Egyptian temples during the Greek Roman period. الحقيقة دايما بنقول ان اللغة المصرية القديمة في نهاية العصر الدولة الحديثة كانت العلامات بسيطة، يعني تقريبا 800 علامة او كده. تطورت اللغة المصرية القديمة وشملت عدد كبير جدا جدا من العلامات، يعني معبد إسنا لوحده حكاية تانية في قصة العلامات المصرية القديمة اللي كانت مستخدمة في اللغة وتعقدت بشكل كبير جدا. دي حاجة. تاني حاجة ان المناظر، اكمل المناظر الدينية والطقوس موجودة في المعابد المصرية اللي بترجع في العصر اليوناني الروماني اكتر حتى من الفرعون. وده ان لو فكرنا كده شوية هنقول ان المصري القديم او الكاهن كانوا عايزين يحافظوا على الديانة، وكانوا خايفين من ان الاجانب اللي جايين يحكمونا يسيطروا على المصريين بديانتهم الجديدة الوافدة لينا، فعشان كده هم كانوا اكثر حرصا على توثيق ديانتهم وتوثيق لغتهم، وعشان كده ظهر هذا الحرص الشديد في تصوير المناظر. دايما بنقول للطلبة ان معبد ادفو هو عبارة عن كتالوج للديانة المصرية مصغر، كتالوج للطقوس، معظم الطقوس اللي احنا عارفينها وازاي اتعملت وكده بنستلهمها وبنعرفها من خلال المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. So there was an innovation, an obvious innovation in the hieroglyphic signs and inscriptions and also in the religious scenes of the Egyptian temple, in the Egyptian temples during the Greco-Roman period. And the number of the hieroglyphic signs was numerous than the pharaonic period. And finally also the decoration of the Greco-Roman period. دايما بنقول ان المعابد كانت مغطاة بعدد كبير جدا من المناظر المختلفة، ودايما بنقول ان الاجزاء الداخلية من المعبد كانت بتبنى وبعد كده الاجزاء الخارجية، يعني قدس الاقداس بنعمله الاول وبعد كده الاجزاء الخارجية من المعابد. دايما الاجزاء الداخلية بتبقى فيها المناظر الدينية in high relief، وبيبقى فيها طقوس بقى الدينية المختلفة. على الوجه الآخر أو على العكس، السينس اللي موجودة في الأوتر وولز اللي هي الجدران الخارجية دايما عادة بتبقى معمولة in low relief، تمام،
وبتشمل بقى مناظر اكتر لمناظر تأسيس المعبد، مناظر قمع الاعداء، بتبقى مناظر اكتر واقرب للدعاية السياسية لحاكم مصر. So the decoration of the Egyptian temples, the scenes of the walls were sometimes divided into four registers. في بعض الأحيان الجدران كانت بتتقسم لأربع تقسيمات، أربع صفوف من المناظر، تشمل عدد كبير جدا من المناظر. And as we said, the inner parts were built, and after that the outer parts, the inner parts were decorated with religious scenes, the scenes of the rituals, the different types of rituals. The outer part were mainly decorated with the scenes of the king establishing the temple, smiting his enemies, scenes reflecting a sort of political propaganda for the ruler of Egypt. The scenes in on the inner walls of the temple were executed in high relief, while the scenes on the outer walls were made in low relief. هي دي كانت أفضل أو أهم الملامح الرئيسية للمعبد المصري خلال الفترة اليونانية الرومانية.